نجو تو الخامس نوع عندنا في البيناين ميزينكايمال تيومرز اللي هو اليوما يوما. كالعادة نبدأ بالديفينيشن، شنو هو الديفينيشن اوف اليوما يوما؟ بتقول لي والله يا دكتور بكل سهولة وبكل بساطة ان اليوما يوما هي بيناين تيومر اوف سموث muscles. بينا نجي نقول لك شنو هن الاماكن اللي في البادي او السايتس ان ذا بادي اللي حنلقوا فين السموث ماسلز. بتقول لي والله يا دكتور الجي اي تي معبى سموث ماسل، الصوفيجاس، في الستومك، في الانتستين، في الكولون، كله سموث ماسل. كذلك اليورينري بلادر، كذلك وهذه هي فيري كومن وفيري امبورتنت اللي هو اليوترس، الموست كومن بيناين تيومر في الفيميل اللي هو اليوتراين اليوما يوما. تمام ده، فالموست كومن اللي في الفيميل اسمه يوتراين ليوما يوما، وهذا يكون باشكال مختلفه. كيف لو جينا مثلا رسمنا اليوترس قدامنا، لو هذا اليوترس طبعا الطبقة الداخلية لليوترس نسمو فيها الاندومتريوم، والمصل اللي برا هذه نسمو فيها الميومتريوم. ده قال لك شوفي، لو طلعت عندي الماس هكي بالطريقة هذه حيكون اسمها بشكل، ولو طلعت عندي الماس في النص في طبقة الميومتريوم حيجد عندها اسم خاص بها، وممكن الماس تكون خارجية حيكون عندها اسم خاص بها. ففي اليوتراين ليوما يوما، في اليوتراين ليوما يوما حنلقوا الأشكال بتاعت اليوما يوما 3 types. ممكن تكون هنا كلهم طلعت من سموث مصل، طلعت من المايومتري، لكن في اللي تطلع وتقعد في مكانها في النص، وفي اللي تطلع وتمشي باتجاه الاندومتري، وفي اللي تطلع تمشي باتجاه السيروزا هي السيروزا اللاير. فقالك نتيجة الأماكن المختلفة مثل اليوم يوما سميناها نحن ثلاث أسامي. النوع الأول لأنه جاي تحت الميوكوزا بالضبط فسميناه الصب ميوكوزل، صب ميوكوزل اندومتريال اليوم يوما. والطبقة اللي جاية في النص ما تحركتش في مكانها، قاعدة محترمة نفسها وقاعدة في مكانها، سميناها الانترا ميورال، انترا ميورال يوتراين ليوما يوما. والطبقة اللي طلعت مشت برا، او الماس سوري اللي طلعت جهة السيروزا وجت تحت السيروزا بالضبط سميناها السب سيروزال، سب سيروزال يوتراين ليوما يوما. فاليوتراين ليوما يوما تقسم الى ثلاث انواع، كيف ما قلنا هن الثلاثة طلعات من مايومتريا، طلعات من سموث ماسل اوف يوترس، هذا ليش نحن اطلقنا عليه اسم ليوما يوما. لكن في اللي طلعت وقعدت في مكانها، ماس طلعت وقعدت في مكانها فقاعده محصوره في المايومتري فسميناها الانترا ميورال. وفي لا اللي طلعت ومشت جهه الاندومتريا، جهه الميوكوزا، وجايه لنا جايه تحت الميوكوزا بالضبط فسميناها السب ميوكوزل. وفي اللي الماس طلعت ومشت برا جهة السيروزا، ولأنها جت تحت السيروزا بالضبط سميناها صب سيروزال يوتراين ليوما يوما. تمام ده. هذا مثال على اليوتراين ليوما يوما. خلونا نردوا لمثالنا بشكل عام اللي هو اليوما يوما بشكل عام، اللي هو البيناين تيومر في سموث ماسل as a general. ده لو جيت أنا رسمت لكم سموث ماسل عينة أو قطعة من سموث ماسل، حنلقون مترتبات السموث ماسل فايبرز، مترتبات parallel to each other، طبعا فين سيلز لان السموث ماسل سيلز. تمام ده. انا لو شخص مثلا
تعرض لي ليوم يوما. قال لك ليوم يوما المس تعرض شخص مس في سموت مصر باي جروس. كيف نبي نشوف هنا ومايكروسكوبك كيف نبي نشوفه؟ لأننا يعني اي تيومر قلنا نبي نشوفه باي جروس ومايكروسكوبك. فقال لك اول حاجه اليوم يوما لان نحكي نحن عليه P9 تيومر. فتبي تكتب هنا P9 features. في حاجة هنا نكتبوها في exception بنقولوه ولا لا؟ excellent فيه. لان انا عرفت ان كل P9 tumor capsulated بعد 4 وحدات. من ضمن الاربعة لان اليوم يوما قلنا اليوم يوما هيمانجيوما لينفانجيوما والنيدس اللي هو في السكن. هذين الاربعة حيكون P9 لكن non capsulated. بما ان اليوم يوما يعتبر non capsulated وانا قاعد نحكي اليوم يوما فبايجروس حيكون فيه P9 features except انه حيكون non capsulated. مهمه جدا هذه مسكيو به باي جروس اخرى بالعين. قال لك عليه حسب في بعض البيشنت تلقى عندهم سينجل ليوم يوم وفي بعض تلقان مالتيبل وهذه نقدر نحن نديروها حتى تعتبر من التايبس وفي اليوم يوما في سينجل اليوم يوما في مالتيبل لا يوم يوما به هذا باي جروس. به لو انا جيت خذيت العينه هذه وشلتها للمعمل وقلت لهم بالله عليكم شوفوا لي اندر مايكروسكوب شنو حيكون شكله. شوف شنو حيصير اندر مايكروسكوب اللي هن السموث ماسل باندلز اللي كانت مترتبات parallel to each other حيبدأ يصير لهم interlacing حيبدأ يصير فيهم كيف التشابك أو التداخل. فأول حاجة لأن شنو؟ لأن في زيادة غير طبيعية في عدد الخلايا فالعدد الكبير اللي زاد قاعدين يخشن في بعضها السلز معش قاعدين مترتبات بطريقة طبيعية. فأول حاجة حنلقوا فيه interlacing bundles of سموث مصر. هذه حاجة هذا الحاجة الأولى. باهي لو أنا العينة اللي سحبتها شوفوا لو أنا العينة اللي سحبتها كانت من اليوتراين ليوم يوم جيت أنا خذيت فيميل جيب يوتراين ليوم يوم وجيت أنا خذيت منها عينة وشلتها لجماعة الهستوباثولوجي شين ممكن نشوف؟ قال لك الغالبية تلقى فيه thickening أو في زيادة في stromal cells يعني في زيادة في fibrous tissue يعني هتلقى فيه both هتلقى فيه زيادة في smooth muscle cells وهتلقى فيه زيادة في stromal cells أو fibrous cells. تمام نتيجة الزيادة في stromal cells والfibrous cells خلت stroma مثل uterus thick فتلقاها شن جيت بالإضافة إلى في proliferation في smooth muscle cells أو في proliferation في myometrial cells هنلقوا فيه thick fibrous stromal cells. فهنا هنلقوا فيه both في زيادة في myometrial cells لأنها smooth muscle وفي زيادة في fibrous cells. فشن حيكون اسمها هنا؟ حيجد اسمها الفايبروميوما فايبرو مايوما وهذا يعتبر نوع من انواع اليوتراين ليوما يوما حتاخذون ان شاء الله في ماده الجايني في سنه رابعه ان شاء الله. فنجي انا نسالك نقول لك شنو هو يا دكتور الفايبرو مايوما بكل بساطه بكل سهوله بتقول لي يا دكتور هذه فيميل عندها يوتراين ليوما يوما بعد جينا خذينا منها عينه وشلناها للميكروسكوب ما لقيناش ان في زياده فقط في المايوميتريال سيلز. لو لقينا زياده فقط في المايوميتريال سيلز لو سميناها يوتراين ليوما يوما عاديه وحددناها. لو كانت صب ميكوزل جاية تحت الميكوزا حنسموها صب ميكوزل اليوتراين لايوما يوما ولو كانت جاية في النصف في مكانها حنسموها انتراميورال يوتراين لايوما يوما ولو جت بعيدة شوية يعني لازقة في السيروزا حنسموها صب سيروزل لايوما يوما. لكن المشكلة بعدين سحبنا عينة بحثنا لقينا في ثيكنينج في البوث
لقينا في زياده في سترومال سيلز اللي هي الفايبرس سيلز، ولقينا زياده ايضا في المايوميتريال سيلز اللي هي سموث ماسل سيلز. فهذا طلع عندي نوع جديد من او نوع محور من اليوتراين لايوميوما سميناه الفايبرو مايوما. فايبرو مايوما يعني في زياده في البوث في الفايبرس سيلز والمايوميتريال سيلز، او اسم الفايبرويد عنده اسم واحد اخر اسم الفايبرويد. فالفايبرويد والفايبرو مايوما سيم، تمام. هذه ثاني كومبليكيشن، لكن هذه الكومبليكيشن هذه وين تشوفوها؟ مش كومبليكيشن، معلش سامحوني. الثاني شكل في الميكروسكوبيك بيكتشر، هذه حنلقوها فقط في اليوتراين لايوميوم. بشين اخرى ممكن نلقوا في الميكروسكوبيك بيكتشر، خاطئ ان فيه تداخل او انترليسينج في الباندل سموث ماسلز، وخاطئ لو كانت عندي مثلا يوتراين لايوميوم وكان النوع بتاعها فايبروميوما هنلقوا فيه زياده في سترومال سيلز بالاضافه الى زياده في المايوميتري سيلز. ممكن حنلقوا فيه سكندري ديجنريشن نفس ما صار لي عندي في الفايبروميوما ونفس ما صار عندي في الكوندروما. هنلقوا فيه مايكزوميتس ديجنريشن، فيه ديبوزيشن مثلا في الميوكوبوليسكرايد، هنلقوا فيه هايلاين ديجنريشن، فيه ديبوزيشن في الجلايك بروتينز، هنلقوا فيه كالسيفيكيشن، ممكن مالجنانت حتى ترانسفورميشن اللي هي اللايو مايو ساركوما. تكت لو تحولت الى مالجنانت هيجد اسمها اللايو مايو ساركوما. فالتشينجز هذين يعتبروا من الكومبليكيشن، لكن انا نشوفهم باي مايكروسكوب. لو انا حطيت خذيت عينه وشفتها اندر مايكروسكوب نلقوا فيه مايكسويد تيشو، نلقوا فيه هايلاين سيلز وهكذا، نلقوا فيه كالسيفيكيشن، تمام. خذينا المايكروسكوبيك وخذينا المايكروسكوبيك، ناخذ الكومبليكيشن اللي انا ديما تلخبط فيها من بدري وساكن عليها. شنو هي الكومبليكيشن؟ لو بيشنت جاك وعنده مثلا لايوميوما، لو مثلا جاتك فيميل بيشنت، فيميل بيشنت وصير له يوتراين لايوميوما، يوتراين لايوميوما، شوف بعد تكون عندي ماس، وخاصه في الصب ميكوزا الماس هن ان لازقه. وين لازقه؟ لازقه في الاندومتريوم او لازقه في الميكوزا لاير اوف يوترس. فهذه شنو تبدا تخش الفيميل هذه تجيك بشنو؟ تجيك بالريجولار بليدنج، الريجولار بليدنج يجيك بنزيف مستمر ويكون غير منتظم. يعني مثلا الام سي عندها هي 5 6 دايز، لا تقول لك لا تستمر معايا مرات مده طويله وتجي متقطع يومين بعدين توقف يوم بعدين ثلاث ايام بعدين توقف يوم بعدين تجيني بعد 5 ايام الريجولر، وتكون شنو فيه؟ فيه زياده في الدايز تاع البليدنج. انا نبدا ناخذ الارم، نبدا نفكر انا عندي ممكن يكون عندي ماس بناين او مالجنت. الحاله هذه ان الريجولار بليدنج بير فاجينال يسموا فيها المينوريجيا، مينوريجيا هتاخدوها ان شاء الله في سنه رابعه في الجايني، تمام. به هذه ممكن اول كومبليكيشن ممكن تخش فيها في ميل عندها يوتراين لايوميوما. ممكن يجيك بالانفيرتيليتي، يجيك بالعقم، يقول لك انا والله عندي طفلين، بعدها دكتور قاعد يجيني في بليدنج له كم سنة، الام سي طول معايا وغير منتظمة، وليا كم سنة cannot get pregnant، خاشة في infertility. ليش؟ لأن بعتقد عندك ماس في المايوميتريوم وضاغطة على الاندوميتريوم، بعد يصير لي fertilization ما بين الأوفوم والسبيرم، حيصير لي فيه failure في عملية الامبلانتيشن، حيكون فيه failure في عملية الامبلانتيشن، فحيصير فيلر في ان الفيميل جت بريجننت، فجيك بانفيرتيليتي. هذين من الكومبليكيشنز نتاع اللايوميوما لو كانت يوتراين لايوميوما. وممكن الكومبليكيشن الثانيه انها يصير لها مالجننت ترانسفورميشن، مالجننت ترانس فورميشن، يعني تحول من بناين الى مالجننت، وحيجد اسمها في اللحظه هذه ليو مايو ساركوما، تمام. هذا بالنسبة لليو مايوما. تو نجو نحكو على الرابدو مايوما
اللي هي طبعا benign tumor في lacerated muscle. نجو النوع اللي ما قبل الأخير عندي وهذا حنخطوه في ثواني اللي هو الرابدو مايوما. هاي على السريع معي شنو هو definition of الرابدو مايوما؟ قولوا معي هاي هو عبارة عن benign tumor of lacerated muscles. شنو هن الستريتد ماسلز او وين نلقوهن الستريتد ماسلز؟ طبعا الستريتد ماسلز نلقوهن في حالتين في الغالب، نلقوهن في السكيليتال ماسلز ونلقوهن في الكاردياك ماسل. كيف المايوكارديا هذينا طبيعة الماسلز فيهن حتكون ستريتد ماسل. فلو انا جاني بيناين تيومر في السكيليتال ماسلز او في الكاردياك ماسلز اللي هي المايوكارديوم حنسموها رابدو مايوما. باي وين الموست كومن؟ ديما الموست كومن حتكون في المايوكارديوم. تمام دغري بدون اي فلسفه باي جروس ومايكروسكوبيك شن ممكن نشوف؟ قول لي كلمه واحده فقط لا غير. P9 features. هل هي كابسوليتد ولا نون كابسوليتد؟ بتقول لي اكيد كابسوليتد لان النون كابسوليتد اربعه. هاي بنحفظ الكم انا لويوما يوما هيمانجيوما لينفانجيوما و النيدس. شنو هنا ممكن الكومبليكيشن لو جاني شخص عنده رابتومايوما بتقول لي والله نخاف انه تخش في مالجننت ترانسفورميشن وهنا حيتغير اسمه الى رابدو مايوساركوما. رابدو مايوساركوما طبعا رابدو مايوما فيري رير تيومر فيري فيري رير. هذا بالنسبه للرابدو مايوما. نجو الاخر نوع عندنا مش نختم به المحاضره الطويله شويه هذه، لكن انا نحاول حنجز هالكم مش حنخلي لكم في محاضره واحده. مش كيف ما قلت لكم مش متحقوش الوقت تاع المحاضره وتخشوا في تاكي كارديا. نجو اخر نوع عندنا اللي هو المايكزوما. شنو هو النوع الغريب هذا؟ لو انا عندي مثلا عندي مايكسويد تيشو بتقول لي دكتور شنو هو المايكسويد تيشو؟ تو تخيلوا التيشو اللي قدامي هذا سواء كان نورمال سواء كان ابنورمال مره سواء كان نورمال سواء ابنورمال. اهم حاجه انا عندي تيشو خلص اللي قدامي هذا اي تيشو في البادي. التيشو اللي في البادي صار ديبوزيشن من ماتريكس او من مواد معينه جن ترسبا في وين؟ ترسبا في التيشو هذا. فصار لي التيشو اللي قدامي تشوفوا فيه هذا صار فيه ديبوزيشن باي الميوكو بولي ساكرايد و أمينو غليكانز فكونت عندي مادة كيف الجيلاتينيس اللي حكيناها في بداية المحاضرة في الفايبروما. جيلاتينيس ماس حيكون لون تاعها بيوربل. طبعا عادة اللون النورمال تلقاه بينك لكن المايكسوما ديما تلقاه كهيستولوجي تلقاه بيوربل في الكلر. تمام وكلمة ميوك المايكسويد المايكسويد تيشو ديما تلقى فيها نسبة كبيرة من الميوكس. تمام فنتيجة ديبوزيشن اللي صار لي من الميوكو بوليساكرايد والأمينو غليكانز على التيشو اللي قدامي هذا وات ايفر كان نوع التيشو تكونت عندي كيف لاير أو سبستانس وقلنا جيلاتينيس وسمينا التيشو هذا المايكسويد تيشو. مايكسويد تيشو والمايكسويد تيشو على فكره او الديبوزيشن هذا كيف ما قلت لكم يصير في النورمال تيشو واب نورمال تيشو عادي. تو من بدري في الفايبروما وحتى في حاله الكوندروما وايضا في اللايومايوما انا عندي ماس عندي اب نورمال تيشو وصار فيه ديبوزيشن من الميوكوبوليساكرايد والامينو جليكانز فخشت او كونت لي طبقه سميناها المايكسويد تيشو. كذلك ممكن تصير لي حتى في النورمال تيشو مش شرط انه يكون عندي ماس او تيومر. تمام المهم الزبده اللي بنطلع بها اني تحصلت على
المايكسويد تيشو. به تخيلوا انت الماس اللي تكونت عندي سوري التيشو الجديد اللي طلع عندي هذا نتيجه الديبوزيشن اللي هو اصلا يعتبر اب نورمال، ان التيشو هذا تزيد الطين بله اخرى انه يخش في يخش في تيومر، ان المايكسويد تيشو هذا يصير فيه بيناين تشينجز ويصير فيه بيناين تيومر. فشن حيجد اسم بتاعه؟ حيجد اسمه مايكزوما. مايكزوما تمام. باهي وين اكثر مكان في البادي، اكثر مكان في البادي ان الميوكوبولر ساكرايد الامينو جليكان يحب المكان هذا ويديرها فيه ديبوزيشن ويكون عندي مايكسويد تيشو. هو ممكن اي مكان في البادي كيف ما قلنا، واي نوع من التيشو سواء كان نورمال او اب نورمال، لكن الموست كومن سايت، الموست كومن سايت يتعشق الميوكوبولر ساكرايد او الميوكويد تيشو ان يتكون فيه اللي هو الهارت. الهارت شوفوا يعني سيبا جميع المكانات وجن في الهارت اللي هو مهم بك وجن قاعد مزن فيه. انت بتقول لي دكتور الهارت 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 حده واسع، الهارت حده واسع بوين بين بالضبط الهارت؟ خلونا نرسم الهارت قدامنا. هذا الهارت وهذين الفالفز ميترال فالف وهذا تريكاسبيد فالف تمام. طبعا الفاصل اللي يفصل ما بين الرايت والليفت هذا يسموه فيه الهارت سيبتم تمام. اللي يفصل ما بين نقسموه خلينا نقسموه اثنينك هذه ادخله عازل. اللي يفصل ما بين التو اتريوم شنو نسموه فيه؟ نسموه فيه الاتريال، الاتريال سيبتم، اتريال سيبتم. واللي يفصل ما بين التو فينتريكل حنسموه فينتريكولار سيبتم تمام. فالفاصل ما بين اثنين سموه الهارت سيبتم، اللي يفصل ما بين تو اتريوم سموه اتريال سيبتم، واللي يفصل ما بين تو فينتريكلز حنسموه فينتريكولار سيبتم تمام. به الخلاصة تو ان المايكسوما او المايكسويد تيشو وين اكثر مكان قلنا يحبه ويجي كاسد فيه اللي هو الهارت. بوين الهارت بالضبط؟ انت قلت لي الهارت حده واسع، بوين بالضبط؟ قال لك اكثر مكان يحب المايكسويد تيشو وتكون عندي حاجه اسمها المايكزوما اللي هو اللي هي في الاتريال سيبتم، في الاتريال سيبتم. فتكون عندي الماس بشكل هذا تمام. هذه هي المايكزوما. تعال معي كيف اي تيومر، خلينا نشوفها باي جروس كيف بيكون الشكل نتاعها. بتقولي والله انا بنجي بحت فيها بالعين، لو انا جيت قصيتها هذه قصيتها وشبت لك قلت لك تعال بحتها تلقاها جيلاتينيوس تيشو، تحسها كيف جيلاتينيوس ليش؟ لانه هو عباره عن مايكسويد تيشو. وتلقى الكبسول نتاعها انكمبليت، هذه مهمه جدا، تلقى ان الكبسول اللي مغطيها ماهوش كامل مغطي كامل المس، فتلقاه ان كومبليت كابسول. هذا سؤال ام سي كيو تمام. به هذا اللي بان عليك بالعين. لو انا جيت قصيتها وشلتها لجماعه الهستوباثولوجي باي مايكروسكوب قلت لهم بالله شوفوها لي كيف الشكل نتاعها، قال لك بعد حطيناها اندر مايكروسكوب وبحثنا فيها لقينا الشكل نتاعها كيف النجمه، جاي شبيه بالنجمه، فشبهوها انها تكون ستيليت شيبت، نجمية الشكل حتكون. وتلقى فيه بروليفريشن او فيه زيادة للمايكسويد سيلز او المايكسويد تيشو، هذه هي البيناين. باهي يجي واحد منكم يقول لك باهي دكتور لو شخص مثلا خش في المايكزوما، والمايكزوما انت قلت لنا اكثر مكان بتكون في الهارت، والهارت هذا فايتال اورجانز، باهي شنو ممكن يصير؟ يعني مرات الشخص يعني مرات يموت، يعني نحكوا عليه هارت، نحن ما نحكوش عليه اورجان سهل.
فتقول لي شنو الكومبليكيشن اللي ممكن يخش فيه شخص خش فيه مايكزوما؟ شوف معايا الكومبليكيشن بيك تفهم من فهمه، بيك تفهم من فهم. تو المثل لو خشت في دي جينيريشن، لان اصلا هي بروحها دي جينيريشن، يعني صار في ديبوزيشن. مش قلت لكم ان الدي جينيريشن ممكن تدير لي نيكروسز؟ صح ولا لا؟ وممكن ايضا لان هي جايه في طبقه داخليه من الهارت ممكن تخششني حتى في هيمرج، تبدا تصير لي في هيمرج. لو شخص خش في هيمرج او نيكروسز شنو بيصير؟ في احتماليه، وخاصه لو خش في نيكروسز، في مش في احتمالين بيخش في ام اي، والام اي لو استمرت ممكن يخش في هارت فيلر، صح ولا لا؟ بتقول لي انت لو شخص خش في هارت فيلر شنو بيصير؟ شنو بيصير؟ كل سنه طيب لو خش في هارت فيلر. به هذا وحده، هذه اول كومبليكيشن ممكن تصير. شنو اخرى ممكن تصير؟ نبيك تبحث تو، نبيك الكومبليكيشن الاخيره هذه اللي بنقولها بنختم محاضره اليوم، نبيك تستنتجها استنتاج. بحث قدامي، تبحث في الصوره وشوف انت الماس هذه يوم طلعت شن دارت؟ هل غطت علي حاجه؟ دارت بلوكينج لحاجه؟ بجيت بحث انت تقول لي اه يا دكتور صح هي جايه هن، فممكن يدي لي بلوك او تسكر لي الفالف اللي هو مكان بيطلع منه البلد مش ينزل للفنتريكل. فلو طلعت الماس من الجهه هذه حدي لي البلوك للميترال فالف، لو طلعت من الجهه هذه حدي لي البلوك للترايكاسبيد فالف. فتاني كومبليكيشن ممكن تخش فيها شخص عنده مايكزوما، حيدي لي بلوكينج يسكر لي الاتريال فنتريكولار فالف. لو انت سكرت حتخش في كونجستيف او كونجيشن في الاتريوم، حتخش لك في هارت فيلر، والهارت فيلر كل سنه طيب. تمام، هذه هي باختصار المايكزوما. فهك اليوم احنا خذينا كامل البيناين ميزنكايمال تيومرز. كيف ما قلت لك محاضره اليوم تحسها دسمه شويه، لكن هي فكره واحده ان كل تيومر تبي تاخذه اعرف شنو هو، شنو هو التيومر، شنو هو الديفينيشن بتاعه. تمام، اعرف شنو هي النورمال هيستولوجي للحاجه هذه، وخلاص باي جروس اللي تشوفها بعينك قولها، وباي الميكروسكوبك حتكون في بروليفريشن للسيلز اللي هي مكونات للتيشو. لو كوندروما حتكون في بروليفريشن او زياده في الكوندروسايتس، لو اوستيوما حتكون في بروليفريشن وزياده في الاوستيوسايتس، فايبروما في الفايبروس سيلز لان الفايبروبلاست والكولاجين، وهكذا. تمام، والكومبليكيشن انت عارف ان حلي حسب السايت اللي جت فيه. لو جت في اليوترس عندها كومبليكيشن خاصه، لو جت في الهارت عندها كومبليكيشن خاصه بها، لو جت في البون ممكن يدير لي كومبريشن، ممكن يدير لي اي كومبليكيشن ممكن تصير لك. تمام، هيك اليوم كملنا البيناين ميزينكايمال تيومرز. كيف ما قلت لك هي محاضره دسمه تعتمد اكثر حاجه على الحفظ، لكن انت كيف ما قلت لك افهم وبعد الحفظ حيكون سهل جدا جدا جدا. تمام، هيك ما زلنا محاضره واحده، بكره ان شاء الله حناخذوها، لان البيناين تيومرز اوف الفيسلز حناخذوا الهيمانجيوما واللمفانجيوما، ونشطبوا حاجه من عقلنا اسمها البيناين تيومرز، وحنخشوا نحكوا على الاكزامبلز اوف مالجننت. وعلى فكره الاكزامبلز اوف مالجننت شبيهه باللي تو، يعني حناخذوا مثلا الرابدو مايوساركوما. تمام، حناخذوا اللايو مايوساركوما نفس الفكره حناخذوها، شنو هو الديفينيشن نتاعها، باي جروس شنو بيكون، باي مايكروسكوبك شنو التشينجز اللي بيصير، اكيد في تشينجز مختلفات على البناين، والكومبليكيشن اللي هي حتكون اكثر كومبليكيشن في المالجننت هي ميتاستاسيس اللي هو الانتشار، وين ممكن تنتشر وتعدي لاي اورجان وحد اللي فيه مشاكل. تمام، بارك الله فيكم على حسن الاستماع، وناسف على الاطاله، وان شاء الله موفقين جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.